لدينا عقارات تابعة سابقا للمخابرات العراقية وأجهزة الأمن. هذه العقارات والمنازل الموجودة هي كانت قريبة من النجف الأشرف وقريبة من كربلاء، هي داخل ذني المنطقتين، ما أخذ وايد في هذه المحافظتين. تمام. هذه العقارات الموجودة في هذه الأماكن، كم سعر المتر موجود في هذه الأماكن؟ ايش سعر المتر؟ ما أعرف ايش قد. لا يقدر بالثمن، قول 50 مليون، أقول لك قليلة، قريب على الإمام. المتر الواحد قريبة على الإمام. قريب على الإمام. نعم سعره بال50 مليون قليلة. يعني للمتر الواحد. المتر الواحد هذا بال50 مليون، يعني قيمة العقار 200 أضرب 50 في 200، شوف ايش قد يطلع، 400 فيها وايش قد يطلع. تمام. الجماعة في أحد السنوات اللي مضت، شو سووا الأخوة؟ قاموا بعملية إشغال هذه العقارات. وحتى كانت بعضها مشغول أشغل من قبل بعض الدوائر الرسمية، خرجوا حتى الدائرة الرسمية الشاغلة هذه الأماكن خرجوها، يعني شلون اضطرت إيه نعم اطلع، واللي شاغلها إنسان بسيط هم اطلع لحد ما شغلوهن كل هذه العقارات زين. وصدروا كتاب تمليك هذه العقارات إلى شاغليها فقط في كربلاء أكثر من 75 بيت فقط في كربلاء. 75 بيت فقط في كربلاء. هذا لجهة واحدة ولا مجموعة جهات؟ في النجف الأشرف تقدر بال150 منزل أو أكثر. إيش قد الكارثة هنا الموجودة؟ إيش قد سعر المتر؟ 10,000 دينار. أوف. من 50 مليون. 10,000 دينار حتى في وقتها اللي تم البيع بال2013 أو بعدها، هو قيمة العقار في ذلك الوقت المتر ما يقل عن 15 إلى عن 20 مليون، ما يقل عن 20 مليون. زين. وإحنا ما كنا ماكو داعي أنا أبيعها، ليش أبيعهن؟ وليش أملكها إلى 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 شاغليها؟ على شنو أملكها؟ زين هذا القرار منين إجى تمليكها إلى شاغليها؟ إجى صدر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء. خسرت الدولة هذه العقارات فقط في هذه المحافظات الاثنين. خسرت الدولة الآن إذا نيجي أنا وياك نحسب هذه العقارات، خسرت الدولة أكثر من 20 تريليون في هذه الأماكن. أوف. 20 تريليون. نعم. هاي أصول دولة، أملاك دولة، ليش أفرط بها بهالشكل هذا؟